وللحديث عن تطورات ثورة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات الأستاذ عبد الله الفراجي. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. يعني بعد غد الاثنين تنتهي المهلة التي حددها المتظاهرون للاستجابة لمطالبهم، لكن هنا ما هي الخيارات المتاحة للمتظاهرين أمام التعنت الحكومي؟ أهلا بك يا أخي وبمشاهدية قناتكم الفاضلة. أخي المهلة التي أعطيت للحكومة العراقية تنتهي مساء الاثنين إن شاء الله بعد غد الاثنين الثلاثاء بعد غد. نعم ستبدأ مرحلة جديدة. نعم الثلاثاء إن شاء الله يوم الثلاثاء ستبدأ مرحلة جديدة من النضال. ستقطع الشوارع، يقطع المنتفضون شارع محمد القاسم الحيوي ويغلقون جميع الدوائر الحيوية الحكومية للطريق عن المظاهرات التي دعا إليها الحشد الشعبي ومقتدى الصدر، ما يسمى بالمليونية التي ستنطلق من المزمع انطلاقها يوم الجمعة. نعم. ولوضع حد، وثانيا لوضع حد ل التسويف المواطن التي تقوم بها الحكومة تجاه المتظاهرين ساحة بغداد أو ساحة المحافظات الأخرى. سيد عبد الله، مع يعني عزم المتظاهرين على تحقيق أهداف الثورة، ولكن هناك من يتساءل، هل فشل رهان الحكومة على موضوع عامل الوقت؟ أخي بإذن الله فشل مع برودة الجو في بغداد، مع سوء الأحوال الجوية المتظاهرون لا زالوا معتصمون في ساحة التحرير ليلا ونهارا وفي الساحات الأخرى رغم الترهيب والتخويف والخطف والاغتيال، رغم الحصار، رغم التضييق، رغم الخناق على ساحات التظاهر، إلا أن الساحات لا زالت مكتظة بالمتظاهرين والمتظاهرون والمعتصمون هناك في أحسن حال. سيد عبد الله، تفضلتم قبل قليل وقلتم ان خطوات التصعيد السلمي ستشمل قطع الطرق، طبعا من بينها الطريق الحيوي طريق محمد القاسم السريع، لكن هل ستؤتي هذه الخطوات ثمارها تجاه الحكومه؟ اخي باذن الله طريق قطع طريق محمد القاسم وجميع الطرق الحيويه المحيطه ببغداد والتي هي داخل بغداد واغلاق جميع الدوائر الحكوميه، وهذه الدوائر هي عصب الحكومه، ستعطل الحكومه ان شاء الله او ربما 80 او 90% من دوائر الحكوميه ستعطل ان شاء الله، عندئذ سيكون لكل حادث حديث ان شاء الله. الحكومه المتظاهرون انتظروا كثيرا من الحكومه، الحكومه تراهن على التوقيت، تراهن على بروده الطقس، تراهن على صبر المعتصمون والمعتصمون، يبدو ان الاغلب من المعتصمين الساحات قد بدا ينفذ صبرهم، وهذه الخطوه التصعيديه لوضع حد لهذه الاستهتار بدم المواطنين وبوقتهم. سيد عبد الله، هناك مطالبات لتدخل الأمم المتحدة وذلك من أجل إراقة دماء المتظاهرين، تعتقد أن الأمم المتحدة ستستمع؟ هل ستكون معكم هذه المرة؟ أخي المطالب انطلقت من ساحة التحرير، مطالب تدخل الأمم المتحدة ومن ساحة الحبوبي في الناصرية. أعتقد أن الأمم المتحدة مطلعة بشكل يومي على ما يجري في ساحة التظاهر في بغداد أو في المحافظات الأخرى، وهي تعلم بحالة الخطف والاغتيال والابتزاز والتخويف والترويع، وهذا الشيء يقلقها. لكن أعتقد ربما سيكون في الأيام المقبلة القليلة إن شاء الله المقبلة، أعتقد سيكون تدخل هناك تدخل مباشر ولو تدخل لفظي أو طلب للحكومة العراقية بأن لا تستخدم القوة أو العنف المفروض أو أن تستجيب لمطالب مواطنيها. على ذكر الاغتيال والاختطاف، كيف تقيمون تصاعد عمليات الاغتيال والاختطاف ضد المتظاهرين والنشطاء التي يعني من فكت مستمرة من الأول من أكتوبر حتى هذه اللحظة، كيف تقيمون عمليات الاختطاف والاغتيال؟ أخي الاختطاف والاغتيال والتخويف والترهيب نتيجة طبيعية جدا لإفلاس الحكومة وميليشياتها المسلحة التي هي تأخذ أوامرها من الخارج، شيء طبيعي جدا. والمعتصمين هناك قد نذروا، أغلب المعتصمين قد نذروا أرواحهم ابتداء لهذا الوطن، ولهذا
غير آذيين بعمليات الاغتيال والاختطاف والتهديد أبدا. من بغداد الناشط في التظاهرات عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لكم.